الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأقول ساعتان بإن شاء الله تعالى وحمر النوب الله من دونه محاضرتي شيخ صالح بن يوسف جيد لها بخصوص شنطه فضائل النبي صلى الله عليه وسلم في محبته سا مركه وحال ذيك السنه انت محاضره سعته ودقائق اي وحيالها سو دم ان ان شاء الله تعالى وحن كلو لو شيغيا dad waxa jira ka dhigaysan doono online ka khadka marka dadkaasna lambar baa u sheegi doona ay kala xiriir doonaan xaadirada waxa weeyaan lambarkaas 7124 3066 lambarka markii garaantana waxay gelin doonaan 359118 dadka nagala socda khadka iyagana kuwaas lambarkaas baa u sheegaynaa mar labaad aan ku celiyo lambarka 7124 3066 iyo lixda lambar oo ah 359118. Marka waxaan ku soo dhaweynayaa muxaadarada Sheikh Saalax Macalin Cabdullaahi, falyatafadal mashkuuran Sheikh Saalax. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم كما لطفت في عظمتك دون لطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس صدورك العلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل هم أصبحنا فيه وأمسينا فيه فرجا ومخرجا. يا من لا تراه العيون ولا تخالده ظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى دوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه. اللهم صل على سيدنا محمد دب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. إخوتي وأحبتي في الله، إن شاء الله تعالى موضوع النعاوة وحنكو إيجينا فلائش نبينا صلى الله عليه وسلم إلهي أوسيي هي معجزاتك إلهي سبحانه وتعالى ورسولك إلهي كأيدي تابع دقيقنا إن شاء الله وحن راعين دونا عددك مؤمنين تا
سيدا أي واجب كوجوتا هاي محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا وناجا يا فضلك إلى هذا هاي واحد لجو جاري محبة النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى وحليه سقوا رسولك الله عليه صلوات الله وسلامه عليه وأنزل الله عليك الكتاب نبي محمد وإلهي وحوك وسو دجي كتاب قرآنك والحكمة حكمة با إلهي كبري وحكمة دا والسنة إيه حديث النبي الذي عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك إلهي وحو كبري ما لم تكن تعلم وحد أغنين با إلهي كبري وكان فضل الله عليك عظيما فضلك إلهي وكسية وكوت فضلي نبي محمد آد بي أبضنت هاي با إلهي لي سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما فضلك إلهي وكسية وأذيك وكوك فضلي آد بي أوين تهيوي رسولك صلوات الله وسلامه عليه مخلوق إلهي وأبو ري ونحتك وأبو فضل بدناوي إلهي باكد دورتي مخلوق ودن وحو رسولك عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وإمام الترمذي ورنا يا وحو ليه أنا السيد ولد آدم ولا فخرة أنا آدم أولادي سيدنا سيد كوديبان هاي فانا يا جماعة وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرة قيامها مركي لتغو بنديرة إيا علنك لما هذين دونو أنيقا أياها يو نبي ليها ولا فخرة فانماها ما من نبي آدم إيا فمن سوا نبي مجيرو آدم إيا وحي كسو هرويون إلا تحت اللوائي أنا إيه إيمان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أكرم الأولين والآخرين أنا جو وحنا هاي ضدك هرأي قوة دم بابكي وغفظ لبدن على الله هي عند الله إلهي أكتسود إلهي مخلوق وأبو ريودن أنا جاي أغفظ لبدن من أقول ولا فخر فان ما هو فضيلة إلهي وسيء وإلهي ودورته سبحانه وتعالى إمام مسلم وحو صحيح سكو ورنيا وحو رسول كليه صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل إلهي ربني كنانة أيو دورتي من ولدي إسماعيل بكدورت واصطفى قريشا من كنانة ربني كنانة إلهي قريش بكدورتي واصطفى بني هاشم من قريش قريشنا إلهي بني هاشم بوكدورتي واصطفاني من بني هاشم أنا جن بني هاشم بإلهي قدورتي بو نبقولي صلى الله عليه وسلم حديثك إمام مسلم باوريني حديثك لإمام مسلم إمام الترمذي بأي ورينيان وهو رسول كليه عليه الصلاة والسلام صحابي قال لي رادو واثلة ابن أسقع بالك ورينيان وحنا نقول إياه مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل الرجل بنى بيتا أنا جا إياه أنبياء دي إجهو الرئيسي مركنا لتلمامه أن لصوريه كمثل الرجل نبى لمدنا هاي بنى بيتا جريدسي فأجمله وأحسنه أنا جا إياه أنبياء دي إجهو الرئيسي بمركنا لتلمامه أن لصوريه وحنا لمدنا هاي نين جريدسي نينكا غوريغي فاجمله واحسن غوريغي بو قرخيه يو اد او وناجي الا موضع اللبنه من زاويه غوريغي ماركو تام ييلاي ميل كاستو كا دمهستري هل ميل ايا غوريغي كا دولهش دينع با ميل وحنا انتي بلوكيتي لغليو اب هل دغخا لغليو ايا كا بنان فجعل الناس dadkii waxay guda galeen yadufoon wa yatajabun guriga ayay dadku sida ugu wareegayaan oo fiirfiirayaan oo eegayaan way la yaabayeen
ويقولون وحي ليهن هلا وضعت هذه اللبنة قرقة ولا تاميالي ولا قرحيي وحكدم من مجره هل كان محل لوغا قلن واي حبدا بلوكيتك لأن ميل قرقة كدو لا شوء عن دريشدنا هين وميل لوغو تلقى ليان هين يعني نسقان بي أكينيسا قرقة إيا فالحمو كيقولك ماشان وكدي مني هاي محا ماشان لو يعني لو قالين واي بلوكيتك أساسي إلي هندتك هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين بنبي الله صلى الله عليه وسلم قرقة اسماشا يعني ونبي تلماما يسورين يوا بيت الأنبياء يعني بيت النبوة نبي النمدي قرقة ديوي مالك قرقة اسو دم يسترنا ماشا يرو كدي من ايدنا أنيق أيانا هاي أنيق أيا خاتم أيب ونبي الله عليه الصلاة والسلام نبي قدم أيانا مجا وحو إمام الترمذي سنن كيسا كورنا يا رسولك صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس بالغ ورنا يا حديث كاس فقال وحو إلى عبد الله بن عباس جلس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه نبي أصحاب تيسي قيب كم إذا أيام مال فريستي مال ينتظرونه أيغو نبي السقايو أيغو نبي السقايو مركاسي شاكيستين أصحاب تيو مت كم إذا حضلي فقال وحو يري عجبا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وحا يعني وحا ياب له للعجباء إلهي سبحانه وتعالى نبي إبراهيم بو إلهي وحكيش خليل نبي إبراهيم هو خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال آخر متك الأياه دلو فقال وحيري وموسى كلمه الله تكليما نبي موسى إلهي باب الله حدلي وكليم الله وقال آخر وحير عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم نبي عيسى وروح الله وكلمة إلهي يعني كردي يعني مريم رحم كذا إلهي وقوام وقال آخر وحو يري آدم استفاه الله نبي آدم إلهي بادورتي فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم نبي آيه كسو بحي مركز فقال وحو يري نبي سمعت كلامكم وعجبكم هذا الكين أيان مغلي إيوه إن هذا ليا بنتين وتسوي دين إنسان إلهي فضائش أوصي أنبياء بركة أوصي الرسول شقار كم ذوق إبراهيم خليل الله بنبي وهو كذلك نبي إبراهيم وخليلك إلهي وهو كذلك وانسدا وموسى كليم الله وهو كذلك نبي موسى وكليم الله وهو كذلك وانسدا وعيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وهو كذلك نبي عيسى والروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم ومريم الرحم كذا إلهي كأبوري كلمة كنوي فيكون والنقضي وهو كذلك وآدم اصطفاه الله نبي آدمنا إلهي بعد دورتي وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله أنقنا وحانا هي حبيبك إلهي ونبي عليه صلى الله عليه وسلم وأنا أول شافع وأول مشفع أنقنا وحانا هي قف شفاعة قادة قفك أقوه الرأي مدلق شفاعة أقبلنا أنقى أقوه الرأي ونبي عليه الصلاة والسلام ولا فخرة وأنا أول من يحرق حلق الجنة جنة فر الباب كذا فرها كحرا قف دق دقاجيو
وقراعو أنا أغهري فيفتح الله لي إلهي بائي فري ويدخلني ها جند أي إلهي إقرنيا ومعي فقراء المؤمنين أيضا مؤمنين تفقردوا ودي أي لا صعدا من نبي صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام محن نوشيغ يا فضائش إلهي أوسي أنبياء فضائشه ودي مركي أصحابتي كشي كيستين يوحو أشيغ يا إنو أصغن إلهي فضائشه وكفل لي حبيبك إلهي وي درجة قفل السيارة وحاو فضل بدن بالإرادة حبيب نمضة هذا خليل نمضة ويكسي وين ده أحدك أوجه الرئي وشفاعة قادة وهي أحدك أوجه الرئي ولا كشفاعة قبله وهي النبي صلى الله عليه وسلم حيلا شفاعة وين ليرة شفاعة العظمى سجى إسكال النبي عليه السلام شفاعة ينكرنا سجى فريه هرتيس أحد شفاعة قادة كرمجر حديث كمسلم يا بخاري سيدا كسو أرورتي ورسول كله عليه السلام مركي دتك قيامه يسوي مادان في سعيد واحد هل بنانا ليسوي كينيا مركاسا قرحدين اللي سو دوينيا قاب قوسين با لو كينيا قرحدين ديدكي ددكا كبخاي با دولكا و هو غليا 70 ذراعا تدواتن دودن بو دولكا غليا هوسو غليا مركاسو حدنا كور سو بخايا ديدكي مركاسو قفل اركبا ميلو قبنيا ددكا قار ان قويو او قبنيا قار لويو او قبنيا قار هلكا غنتيغا مر غنتيغو او قبنيا قار هلكا دونتو او قبنيا قار و حكمينيا فيلجمه الجاما افكو اوغليا او انو يعني لقى ايو كسغنيا مركاسي شدد يا ديباتدي با بدنيس ددكو مركاسي waxay tamaninayaan موقف كان يان naga dhaqaajiyo marun walaw ila nar nar tab hal aadi موقف ka qiyaamo marun yaa naga dhaqaaj way iswaydiinayaan waxay leeyihiin ya ilaahay noo shafaac qaada maanta ilaahay noo bari مركز إليه النبي آدم نوجي أسعى أبو البشر بن آدم كرودن أسعى دلها آدم نوجي نبي آدم بالله تجيء ذاتك أودن بمش أتجيء مؤمنهم هي وكافرهم ذاتك بارك وحكم مقن مجرى كل ولا سلا سعداء مؤمنين تي قال ذو برانك قيام الله تعالى شدة هي دبات دبا وضعه سات يا آدم أنت أبو البشر بن آدم كأديك أبيه إثباته خلقك الله بيدي إلهي باكو أبوري وأودي سي قدرتي سكو أبوري ونفق فيك من روحي إلهي با نفتك قلي وأسجد لك الملائكة ملائكة إلهي كو سجد سي أدونكاس إلهي أو دورتي باتهي اشفع لنا إلى الله إلهي نو شفع قاد سو ما أركت دوحان ما أنت كو سغنى دباتد أنكو جرنو ألا ترى ما نحن فيه ساسيلي وحا أنكو سغنى سو ما أركت فيقول آدم حليه إن ربي قضب اليوم غضبا لم يغضب قبل ولم يغضب بعد إلهي ما أنت وعرض عرأس ولي هرى وعرض هذا قدمنا عرض نفسي نفسي ساسو لي نبي آدم وكو عدر دارنا يا قيد إلهي وكيري هتابن إنو داقي أو قوستي مركا وحليه نفسي نفسي إيتو ابني إبراهيم أتقويل كيغا إبراهيم سقا خليل الله نبي إبراهيم بهدر اللو تقيا يا إبراهيم أنت خليل الله ألا ترى ما نحن فيه لباتد أن كجرنا سومارك فقال وحليه نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعد إيتو موسى نبي موسى أتقى نبي موسى اللو تقيا أنت كليم الله إلهي كليم كي سباته ألا ترى ما نحن فيه إلهي نو شفع قائل إلهي نو بري فقال وحو ليه نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل ولم يغضب بعد إيتو عيسى نبي عيسى أتقى نبي عيسى لوتقى فيعتذر نفسي نفسي بولي ائتوا نوحا نبي نوح أتقبولي نبي نوح بالو أتقيا فيعتذر وعذر دارنا يا رسول شيء أنبياء كوا أوفض لبدنا وأولو العزم شنتي أولو العزم جاهد يا النبي آدم
بال سو وذا مرة يا مركزو مثل أركبك عدود دارنا يا مركزو لقيته محمدا محمد أتقى سلوات الله وسلامه عليه مركزا أنا قال لا إيه إيمانا يا أبو نبقولي أنا لا إيه إيمانا فأقول مركزا وحن أرنا يا أنا الله أنا الله أنا إسكاله فأتي تحت العرش عرش جهوسي سأيان تجيا فأسجد وأنسجود يا مركزو ربي جي وحي إيه فريا محمد أنا هري أقوم هذين أيو إيه فريا شب أيو إجا أرنا يا يعني يدين شبو إجا دهيا مدو يعني اليدين يا سان أسجد سنة هي يو إله إله الله يحول يرفع رأسك يا محمد ماذا حاجة كرقات سل تعضى سؤاله واحد ربط والقصين يا اشفع تشفع شفيع قاد ولا قاد شفيع قبل يا مركز موحان شفيع قاد يا ابو نقول يا فصل القضاء إن دتك يعني موقفك قيام اللي قد دريريو وكو أهل الجنة أنا جنة اللي دريريو وحي أهل النار أنا نارت اللي دريريو ومجلس كان يعني محشر كان يدتك تورينيهين إن لقد دريريو تاسان شفيع قاد يا مركز هل قد شفيع قبل يا نبقى عليه الصلاة والسلام هل كا أيال لقد دريرينا يا مركز دتك شفيعوينك شفيع عضا أقوه الرئيس شفاعة العظمى اللي يرادوه مد إلهي أبلن قادوي سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ربك وحو حقيقة كيهي نبي محمد إنه كوسو ساري دونه مقام لما هذين دونه يحمد فيه الأولون والآخرون كوي هرأي كوي دنبع ياكم هذين دونه ومالك أو نبي مركو شفاعة قال عدك استا شفاعة كو انتفاع عيسى ليلة حتى ولو قال لذب الله كذي لأنه محشر كان لقدر يريني لبعت ذي شديد محشر كي كجرين فلقدر يريني مركو شفاعة سوي النبي قال صلوات الله وسلامه عليه مركو أصلا شفاعة شفاعة قاضو شفاعة عين كلو فرب ذنبه النبي قل إياه هو شفاعة قاضي دون عددك لكن أنبياء ذيك المركو سيقول شفاعة قاضي يعني. علماء ذي بشفاعة قاضي شهادة ذي بشفاعة قاضي إلا قف كستو مؤمنة وشفاعة قاضو لكن وحقه الرئيس مركز أو شفاعة عين كورن فرئيس أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عده رتي شفاعة قاضي كذا إلهي باكفل للنبي صلى الله عليه وسلم كالنبي إلهي با دورتي فلا إشا سنن با إلهي سي مخلوق إلهي كفل للي خير خلق الله هو خير خلق الله وأنه خير خلق الله كلهم مخلوق إلهي يردن كي أخير بدناوي مخلوق ودم بوقفد لبدن يحي على الاطلاق احد كفض لبدن نبي محمد مجر صلوات الله وسلامه عليه وح مخلوق وكفض لبدن مجر انس يا جن يا ملائكه يا مخلوق انت اذا كلو دم احد واحد كوقفد لبدن مخلوق الهي ابو ريود لذلك ما الهي اسمي سو وحو لخريري باسمه مجي عيسو إلهي كروق هذا ورفعنا لك ذكرك إلهي مركو ليه إلهي مجي عيسو إلهي مجي عيسى لحريريو مر الله مركي أنا قال الله يحصو هذا جنا والله يحصو يا بإلهي لي شهادتين كي وين نبيك كحيل مركز توقفك وآدمي مركز تو يعني وصلاتي تكديو مركو يعني أتحيات كل إيماني مجا إلهي مركو سوق هذا وين مجا رسولك ليه صلوات الله وسلامه عليه مرك إلهي باكروق هذا إلهي بعد دورتي وحا إلهي سبحانه وتعالى كؤيدي أيده الله بالمعجزات معجزات با إلهي كؤيدي رسولك عليه الصلاة والسلام لا يابي وعجيبها معجزاتك إلهي أسيه وحا أقويني معجزة القرآن قرآن كاسا إلهي كؤيدي كتبتي كهر ريسي ونبا نسخي أساقل لغو نسخي أن لبدل كرين إلهي أوحف دي يا إلهي كؤيد معجزات كلو فرب دبا إلهي نبي سيه صلوات الله وسلامه عليه وحديث الصحيح أكسو أرورت النبي عليه الصلاة والسلام ريما كاد إنا يرادين حدي آد وحد شيئي سأو نبي نبدا أي رنتهي أو رسولتهي ديحو هكا لجبو
جبنا بورتا سفولة جبنا بورتا سفولة مركز ضيح اللب النقض اقتربت الساعة وانشق القمر بإلهي سعد قيام ويدود هاي ضيحنا ودلع وكل جب اللب النقض مركز وحي هذا وحن أم لينا يا النجوم نسحري نحن نجا سحري رم كذان هاي النجوم بعرقنا إنه ضيح اللب يهاي بلدتك كلو دورك كإيمان رم كذان هنا ويدينه قف كستو إمادال لويدي هبين كاسيدا ديحوا الله بنقضي لا أبو رد قال سحر محمد العالم كله عالم كورنبو بسعرين وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فإله إليه هذه آية معجزة لتسو وحي إليهن وسحر انت كديدان ويبينيان وحي إليه وسحر ده سحر بيقانين معجزاتك إلهي كو أيدي بها انشقاق القمر ضيحوك الله دلع معجزاتك النبي قال لسيه صلوات الله وسلامه عليه محاكم دهيت طعام ير أو بطأ دد آت أفر بدن ديقو إمام مسلم حورنا يا سحابي قال لي هذا أبو طلحة يا قرقي سيمت أم سليم قبل الأورنج رحاس كيسي هيد بو يمت وأنا سويدي مركزه يريا أم سليم هل عندك شيء أم سليم وح ما هيسا نبي عليه الصلاة والسلام قال جدرا أيان وجهي سكو أركي إنو أدو بهنا بنملين وح ما هيسا رسول كان سين عليه الصلاة والسلام مركزه وح يتري وح ويقول جم ياله وح يسوق عدي عايش يرى الله عني و صدح جب أو كسوهرته وحي روج جب وصدح أو كسوهرته أيه سو قادة أنت أبو بقولك تعلي قربصارته دي أيه فرق أو غيرته مركز أنس ويرته هل كاس أوجلسة مركز كل كشة أوجلسة قربصارته أنت دي كلام مركز قربها سا أبو صارت أرادوا رسول كهوس أوجدي عليه الصلاة والسلام بيها كعبة أنس هو أرضي مركز وحي أتقي رسولك مساجد كفرية صلوات الله وسلامه عليه وصحابه بذلنا إلي جوغان ومركز وقصونا ينقو مركز وحي الشوضة إلو سؤسي سعود النبي أوليبا أيوك حي الشوضة لأن داد فربضن بألي جوغو وسكي استاق مركز هالكاس وكله استاق مركز عبار تاقنا أيو النبي سيدا أصو وحي ير أنس أرسلك أبو ضلحة أدرك أبو ضلحة مياه كصادر قال وحر نعم أول اللي صدره حاله قل صدره نبي مار من لو يري يا مقول عن تجينا حاله قل صدره بركة موسى ورب الله يصدره مركو يري صحابته والنبي قل الله هذا وحوي يري أنا أبو ضلحة نو يري هنا كندا نصحاب رب ضم بها هنا مركة مزاج كيف لي أنا سمركة سو صار دي قرقي أيو سو هذا أبو ضلحة وبنان كتاعن بويمت ساسي أرنت أبو عذيب بوي أبو ضلحة قري وقال أم سليم بالله هذا يا أم سليم ويل كسي داسو سميه بوي مركز واحد ترى الله ورسوله أعلم قبر يعني إيمان لا يهيد إلهي الرسول كيسا كرنا يهيد مركب الرسول كويمت صلوات الله وسلامه عليه سوى أصحابتي أذ بدنا إلا سعدان مركز قرقي سوق قلعي وضلحة كهر يميت قرقي باي قلعين مركز حكر يا أم سليم هاتي ما عندك أم سليم نوكير دي عمت داد هيس قرقي وحيا لمالي كبستي يريد ججب كهيد يصدح هذا حباها يدي مرض كفرتي صحن بي كر دي قنبو ألكن يعني يالي سوق لغا استعماله من حبا أنكو جرين وحيا رساس يعني قده سا أصو مرمرسي وحيا ردفن كها سانكي مركزي الكاسوري مركز الرسول كودحي صلوات الله وسلام عليه وكتفي ودعا لها بالبركه انه الهي بركه ايو الهي اوبري مركز ابو ضلحه الله هذا لو حكو يري اصحابته بنانكي تورين غرغو ما قادو اي اذا لعشره 10 سو اذا غرغا سو غلين 10 با سو غشاي والله هر دغاي سيو عنيين عنيين بي كدرغين 10 كي بابا اذا لعشرة 10 كلا سوغش اذا لعشرة اذا لعشرة
حتى شبعوا جميعهم دمانتود وي درغن انس بن مالك وحليه كانوا 80 رجلا سديتنن بهايمود سديتنن ايا كيبستي ججب كاي سدح حبه ججب كاي ايا كدرغي ومعجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم معجزه من لمده وحي دعد يوم الخندق سنه افراد هجره اي هي وسنه صدحات بها احد بها ثم سنه افرادنا وحي الخندق بها قلت كي خندق بالقدي تدب بري با قلت كي القدي او وحبنا ان لا ددمنين ودك باهي اد درن اي هي جابر بن عبد الله يا مركز رسولك او يمد عليه الصلاه والسلام رسولك الهي اي اذا غرغ ايان غار يا ابو كعبو المركز غرغي بو تغي غبدي بو لحد لي حاسكي سيده و هو يري غاجه اد دربا ددكي اد هيس رسولك عليه الصلاه والسلام ادبن يوبا وديباتي سن ياهي و ما هيسا مركز waxay tir hal saac oo shaciiraha gurgayaad hal saac saac wa afar koobo oo sareen ah ayaa gurgayaal shiid ayuu ku yiri waxar yar ba gurga u joogtay oo bawd gal ah ciisan weyn hata ma oo waxar yar anaaq waxarta yar oo qor dheerka oo bawd gal ka harlay gurga joog joogtay waxartaas gurga noo joogtay waxarta ayaan gowracay buu waan jar jaray markiba oo dhariga ayaan ku guray buu dabkan saaray gabadhina waxay shiiday sareenki ayay siiday way cajiintay markaasan rasuulka soo aaday ibraahim (alayhi salaatu wasalaam) gabadhii markaa way la hadashay waxay tiri hanugu ceebaynin rasuulka iyo dadkan farada badan ee la jooga nabiga iyo dhowr qof u soo yeer markaasan nabiga intaan gacanta qabtay baan xaqi geeyo waxay rasuulka ilaahay hal saac oo shaciir ah waa laba suus afar koobo oo shaciira ayaa guriga taalay oo waanu shiidnay oo waa la cajiimay waxar yaroo guriga noo joogtayna waanu qalnay adiga fa tacaala anta wa nafarun macanka adiga iyo dhowr qof oo kula socotayna fa aqbala calaa ahli alkhandaq dadkii godka qadayay ayuu nabigu qaabilay fa qaala wuxuu yihi yaa ahli alkhandaq inna jaabiran qad sanaca lana su'ran ninka jaabir la yidhaahdo wuxuu noo sameeyey waliimo iyo sab weyn buu noo dhigay fa haya calam bikum ina keena dadkii baa halbara soo dhaqaaqay kun nin bay ahaayeen dadka godka qodayay gurigii baa la soo aadayo jaabir uu soo baxay markaasoo wuxuu la hadlo wuxuu ku yidhi dheriga dabka ha ka dejinina ilaa aan imaado gabadhana yayna dubitaanka bilaabin oo cajiinka yayna dubitaan ku bilaabin ilaa aanu imaado gabadhii way naxday oo markay aragtay dadkii oo ilaa godkii ilaa gurigiisa hayo soo qulqulaya ninkeedii bay canaanato waxay tiri bikka wa bikka adiga adiga hadal ma maqashto kulama dardaarmo kuma dhihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkan farada badan nagu ceebaynin markaasi wuxuu ku yidhi waan sheegay waxaad i fartay laakiin rasuulka ayaa sidaa sameeyey wuu yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam dherigii ayuu u tegey fabazaqa wa baaraka riwaayada bukhaariga saas ku qoran fabazaqa nabigu waa ku tufay wa baaraka ay ducaa bil baraka ilaahay wuxuu uga baryay inuu ilaahay dacaamka barakay markaasuu haddana wuxuu u tegey cajiinkii fabazaqa wa baaraka wuu ku tufay oo ilaahay buu uga baryay inuu barakay gabadhiibu wuxuu ku yidhi dadku la dubo soo u yeer xaafadda gabdhaha jooga dhan u yeer ma dubi kartid adiga keliga gabadhii dariska ayaa dhan baa loo soo yeeray dherigiina wuxuu ku yidhi dabka saarnaa iyo hilibka ah isagoo dabka saaran uu hilibka iyo maraqa ka soo gura ha dejinin dabka ha ka soo dejinina markaasaa la soo gurayaa oo hilibkii iyo maraqii baa la soo gurayaa gabdhihiina waxay dubayaan muufihii bay dubayaan iyo ceeshkii bay dubayaano markaasa qaybtay dubaanba waa laga soo qaadayaa dadkii baa marka kolba qayb baa gurigii intuu guriga qaadan baa la soo gelinayaa markay cunaanba way baxayaan inta جابر بن عبد الله وحير أقسم بالله بير إلهي بان كرد عرنيا كانوا ألفا دتكاس وحي هايين بير كن بي هايين
dhammaantood way dhargeen buu yidhi. Walow kaanuu mi'ata alfin buu yidhi, hadda kun bay ahaayeenna, boqol kun hadday ahaan lahaayeenna dhammaantood way ka dhargi lahaayeen buu yidhi. Kunkii nin ee baahnayd ee godka qodaysay saa u dhibaataysnayd, intay ka dhargeen dherigii oo sidii u karayo hilibkii sidii u burinayo gabdhihiina sidii ay u dubayaan cajiinkii ayay ka dhargeen. Markaasaa deriskii oo dhan iyo xaafaddii oo dhan ayaa la gaarsiiyey hilibkii iyo rootigii. mucjiza min mucjizaatihi sallallahu calayhi wasallam. mucjizaadka nabiga la siiyey waxaa ka mid ah taa mid la mid ah dacaamkaa batay waxaa la mid ah biyuhuna saasay u badayeen, oo biyo yar baa nabiga loo keenayaa, markaasuu ilaahay ku baryay, markaasay dadkao dhan deeqayaan, sida yacni yowma alxudaybiya dhacday oo kale. cumradii cumratu lxudaybiya la odhan jiray sanata 60 min alhijra bay ahayd. markuu doonayay nabigu inuu cumraysto, way u diideen markaas reer makaad in quraysh inuu soo galo mako. meesha xudaybiya la yidhahda ceel baa ku yaallay, ceelkii bay markaa saxaabtii degeen, rasuulku halkan yidhi iska dega ceelku, marka ceel biyo badan ma ahayne. biyihii markii dadkuna waxay ahaayeen 14,100 4,700 1,400 wey 1,400 oo nin bay ahaayeen ceelkii markii la tegey, oo qaybtii u horreysay markay biyihii kaca ceelkii waa go-een. markaasaa rasuulka loo rasuulkii ilaahay biyihii waa go-een, biyana lama haysto, aada baa loo ooman yahay. u kaadiya buuna ka taga, waa loo baneeyay ceelkii, wuu ku tufay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. markaasu waxay daqiiqada yar u suga, wax yar baa loo sugay. markaasaa ceelkii soo fakaday, ilo biyaha oo aada u waaweyn baa soo burqanayay. markiiba cabitaan baa lagu bilaabay, dhammaantood way ka cabeen, wixii weel wateen oo dhanna way ka dhaansadeen, gaadiidkii ay wateen oo dhanna waa ka waraabiyeen. biyihii yaraa baa batay. maalin kale iyadoo safar la yahay, yaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam biyo yar baa loo keenay. waxaa la yidhi ciidanku wax biyo uu wata ma jiro, intaa yaree lagu keenay basaa biyo, weel yar bay ku jiraan biyo. gacantuu nabigu sidaa u geliyey, markaasuu ku weysaystay dadkii oo dhan baa marka ku weysaystay nabiguna gacantuu sidaa u hayay. Anas bin Maalik wuxuu leeyahay, waxaan arkayaa oo labadiinood ku arkayay buu yidhi, nabiga min bayni asaabicihi, oo biyo kasoo burqanayaan farihiisa dhexdooda ayay biyo saa uga soo qulqulayaan. bukhaari wuxuu warinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam safar bay ahaayeen iyo asxaabtiisii, markaasaa aada baa loo oomay. saddex saxaabi ama afar saxaabi uu nabigu diray, wuxuu yidhi horay u socdo bal, oo haddii dad idinka hor yimaado yacni naga hormaro, ama haddaad biyo iyo wax aragtaan sida cali baa ka mid ahaa saxaabada hor. marka waxaa ka hor timid qof dumar ahoo socoto, riti bay wadataa, laba sifraar oo waaweyn oo biyaha ritiga u saarna iyadana dhexdee ku fadhidaa. markaasay joojiyeen, bal waran hay inteed ka timid dee meel yacni fog ayaan biyo kasoo dhaansaday, oo haddana waxaan u socdaa reerkaygii baan u socdaa. biyaha aad ka soo dhaansatay ilaa intee noo jiraan? waqti maalintan baa hadda la joogaa, ilaa maanta, ilaa caawa haddaan sii socotaan berri unbaad gaaraysaan bayd. aad buuna ciidanku u oomayay. markaasay waxay yidhaahdeen rasuulkaan kuu geynaynaa ina keen. markaasay rasuul muxuu yahay rasuulkaas sheegaysaa waa maxay? way soo wadeen. markaasi ritigii bay garka soo qabteen, oo way soo wadeen ciidankii bay ka hor keeneen. ritigii baa la fariisiyey. markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi gabadhii bay ka degtay, ritigii halkaasay tagtay. sibraarku wuxuu leeyahay dee naaso laga cabo, bahalka yacni weelkii oo yacni neefkii oo de haragiisii la bixiyey, oo meeshii lagu hayay ahayd waxa loogu talagalay in biyaha iyo laga shubo, soo maa. marka saasuu nabiga afkiisa u furay, wuu ku tufay, markaasuu yidhi ka caba. waa laga cabay, weelashii ay wateen oo dhan bay ka dhaansadeen. ciidanka wuxuu wata weelaha laga buuxsaday oo la wada cabay. sibraarkii sidiisiibuu u buuxaa, markaasaa loo xiray gabadhii. sibraarkii biyihii waa iska intoodii ma dhaafin, waxba kama nusqaamin. gabadhii buu la hadlay, wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, biyahaagii waxba kamaana nusqaamin. soo ma aragtid, way buuxaan labadii sibraar, waxba kamaana nusqaamin. maro weyn buu markaa nabi halkaa lagu goglo,
wixii ciidanku haysteen oo raashin ahaa buu isugu soo dardara gabadhaas, markaasaa timir badan iyo raashin badan iyo waxbaa loogu riday, tanna qaada la yidhi. Tigii baa loo saaray, way baxday, tigeedii bay dhaqday. Qoomkeedii bay u tagto, waxay tiri maanta waxaan la kulmay bay tiri koonka caalamka qofkii ugu sixir badnaa baan maanta arkay. Ow kaana nebiyan bay tiri kamaa yascumuun, ama nabi weeyey tiri, say sheegayeen hadda anu nabi ma aqaane, nabi bay lahaayeen bay tiri. Waxaan la yaabaan arkay, marka qisadii bay uga warantay. Gabadha ayadaheedii reerkoodii degmadii meesha deganayd oo dhan way islaameen baa la yidhi. Oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka way laabteen, duulaan bay usoo baxeen, qoladii waagii ay biyaha ka cabeen way qoladan hala nabadgelayaan la taabanin. Marka dhulkii kale ayuu markaa nabigu ku duulay, gabadhii iyo reerkeedii oo dhanna way soo islaameen. Bibarakati ducaahi sala allahu calayhi wasalam. Mucjizaadkii nabigay ahaayeen wax yar ayaa badanaya oo barakoobaya. Waxaa nabiga mucjizaadkiisa ka mid ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh, geedaha yaa hadduu nabigu la hadlo ayay soo raacayeen. Jaabir wuxuu leeyahay, maalin ayaan safar ahayn, saan u soconnay waadi ayaan degnay bannaan ahoo geedo fiicanaan lahayn. Markaan degnay ayuu nabigu bannaanka u baxayoo, yacni qadaa xaaja inuu bannaanka aado ayuu u baxay, waan raacay oo biyo ayaan u qaaday nabigu. Markii geed meel laysku asturo laysku qariyo ma laha, laba geed baa midna halkaasoo kale ku yaalla, midna halkaasoo kale ku yaalla. Markaa nabigu u tegey labadii geed buu mid buu u tegey, laanta ayuu sidaa u qabtay. Markaasuu yidhi in qaadiya calaya biidnillah, isoo raac ilaahay idankiisa. Geeddii wuxuu leeyahay, Jaabir wuu fiirinayaa, diidkii Imaam Muslim baa warinaya, geedkii sidaas iyo sidaasuu isu dhaqaaji, sidaas iyo sidaa intay istirbay xididaha la baxday. Markaasi soo raacday rasuulka, soo jiiday nabigu dhexduu keenay meel dhexuu istaajiyey, geedkii kaluu u tegey. Markaasuu yidhi in qaadii calaya biidnillah, isoo raac ilaahay idankiisa. Sidoo kale unbaa iyaduna saa iyo saa intay u ilatay ayay xididaha la baxday, wa soo raacday. Labadii geed buu markaa nabigu isu keenay, markaasuu yidhi iltaama, isqabsada. Geedihii baa sidaa laamaha isu gashaday, dhexdooduu markaa nabigu qalay way astureen, markaasuu meesha xaajadiisa ku dhamaystay. Waan fiirinayaa buu leeyahay Jaabir. Markii uu nabigu xaajadiisi dhamaystay, bannaanku usoo baxay, labadii geed buu la hadlo, wuxuu yidhi mid walba meeshaadi ku dhaqo. Markaasay labadoodii kala tageen, mid walba ayadu xiidaheedi jiisa. Markaa meeshii ay ka soo baxday ayay xiidkeedii gashay, tanna meeshii ayay xiidka gashay. Imaam Muslim baa xadiidka warinay. Jaabir buu nabigu la hadlo, yidhi Jaabirow, miyaad la yaabantay matacay? Nacam buu yidhi yaa Rasuulallah, waxaan la yaabay baan arkayaa buu yidhi maanta. مركو لي هاي إمام بصري جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. سو حديث كما جاءت لدعوته النبي يردي سي وحا أتميد وصور راعدي الأشجار قيده ساجدة حالة تميد أخذ عسان وأمر كيس الراعي تمشي إليه النبي حقي سي أسو سعونيس على ساق حوق بيكو سعونيس رل بلا قدم. Xidid bay dhulku jiidaysaa, lug bay dhulku jiidaysaa, aan gomad lahayn. Calaa saaqin bilaa qadamin, xadiidka uu sharciyay. Waa mucjiza min mucjizaatihi sala allahu calayhi wasalam. Geedaha ayaa nabiga soo raacay. Mucjizaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa mimbarka intaan nabiga loo samaynin, tiir ayuu khudbada ku akhrin jiray. Tiirarkii masaajidka geedihiisa ka mid a ayuu sidaa u qabsan jiray oo khudbada ku akhrin jiray. Markaasaa nabiga mimbar baa loo sameeyey. Markii mimbarka loo sameeyey, khudbadii u horreysay markuu tiirkii jimcadii u horreysay ka tegey mimbarka foole, xanna aljidcu, tiirkii ayaa dhawaaqay. Yacni dhawaaq buu dhawaaqay, ay maqleen dadkii masaajidka ku jiray oo dhan ay wada maqleen. Sida canug yar ooyey ayuu u dhawaaqaya, xataa nazala, ilaa uu nabigu minbarkii ka soo degay oo fawadaca yadahu calayhi, uu gacanta sidaa u saaray. Markaasuu aamusay, wuu aamusay.
صحابته waxay leeyeen markuu xataa nabigu gacanta uu sida u saaray sidii yani canuga yarka markuu ooyo oo hooyadiis ay sida u qaado oo ay aamusiiso abaar buu sii ooyay soo ma he buu sii leeyay soo ma abaar buu xataa sidaas ii lahaa ii ooyay maashaa Allah waa jamaadaadkii aan ruuxda lahayn oo maa laa yacqilka ahaa ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mufaaraqadiisii ka tegiddii uu ka tegay ayuu sidaa u cishqinayaa markaasuu nabigu u ooyay dartiisu u ooyay xadiidkaas muslim iyo bukhaari baa warinay waxaa sunanka lagu warinayaa wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin ayuu nabigu beer buu soo maray nin ree ansaareeda iska lahaa beertaas beerta riti ayaa ku dhexirnaa ritigii baa markuu nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam ayuu ololay nabigu wuu u yimidoo markaasuu halkaa tawaada ayuu gacanta sidaa uga saaray wuu aamusay ritigii markaasuu nabigu yuri yaa iska le ritigaa man li hada aljamal wartigan yaale ورتقن ياله فقال فتن من الانصار انا يا رسول الله نين دال يرو ري انصاريد با انت كسو بخ وخي اني غاس كلي رسولك الهي مركاس النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله في هذه البهائم ور الهي كغبق حولها كن فانه يشكولي وحو اي شيغان رتقان وي شيغيا ان يعني غاجه كديسي او اد غاجه يعني شقدنا اد كوبديسي او اد ككل جوجينين عملك aad aad ugu shaqaynayso waxna aad cunto aan aada siinaynin oo aad gaajo u disay oo aad daaqi ka celisay maa laa yacqilkii baa nabiga usoo dacwoonaya salawaatullaahi wasalaamu caleyh rasuulkii ilaahay inuu yahay bay ogyihiin kulligood ana makhluuqan oo dhan nabigu rasuul buu ahaa makhluuq oo dhan nabigu rasuul buu ahaa ilaahay baa usoo risaaladiisu caan bay ahayd waxa uu kaga dubnaa ambiyada hore ka mid ah uu kaga dubnaa bay ahayd maxaa yeelay waxyaalo badan oo aan ummadii aan ambiyada ka horreysay ama rususha ka horreysay aan la siinin baa nabiga la siiyey salawaatullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ahayd nabi kasta qoomkiisa khaasatan tolkiisa qoomkiisa loo diri jiray anigu risaaladeeda caam weeye buu nabigu leeyahay basharkoo dhan iyo makhluuqoo dhan buu rasuul yahay nabigu risaaladiisu waa caam wamaa arsalnaaka إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا مخلوق ونبان كودر نيبا إلهي لي ذو بشير إيا نذيرا ولكن رسالة النبي عام بي أحيط حيا لها إلهي كفض لي رسول شهر أن لسين محاكم إذا هيت رسول شهر يعني ما لها مساجد بس أي صلاة كغا أنسحيس anigu ardadoo dhan baa la iga dhigay masjid iyo dahuuran baa la iga yeelay buu le juculad liyal ardu masjidan wa dahuura ardadoo idil baa masaajid la iga dhigay daahir baa la iga dhigay qof kasta meesha ay salaada ku qabato ha ku tukado nabigu le haddaad biyo weyda dhulka ayaad ku tayamumaysaa dahuur baa ilaahay kaaga dhigay jawaamicul kalim baa la siiyey kelimo hadal kooban oo lafdigiisu yar yahay oo macnihiisuna aad u weyn yahay marka makhluuq oo dhan buu rasuul u ahaa insigi iyo jinniga risaaladoodu waa risaalatu takliif malaa'igta iyo maalaa yacqilka iyo jamaadaadka makhluuqa intiisa kaloo dhan risaaladoodu waa risaalatu tashriif insigi iyo jinniga risaaladoodu waa takliifo waa la kalifa waajibaad iyo awaamir baa la saaray waxba laga reebay waa inay qaataan wey qofkii qaatana dee waa mu'min qofkii diidana waa kaafir wey waa risaalatu takliif wey malaa'igtu dee cibaada ilaahay u abuuray ilaahay maba caasiyaan baayo makhluuqa intiisoo kaleeto dhanna wax waajibaad oo saaran badale waa maalaa yacqil xayawaanka jamaadaadka wax aan ruuxda iyo nafta lahayn kuwaasoo dhanna wuxuu rasuul ugu yahay rasuulka yani risaalatu tashriif weeyo inay ku sharafoobaan oo berri qiyaamo yacni ummaddii nebi maxamed baa nahay yidhahdaan baa ilaahay ugu diray kulli marka rasuul buu u yahay
marka ma la yaqalkii ba nabiga u soo daacwoonay salaatullahi wa salaamu alayhi u sheeganay way la hadlay geedaha ayaa salaam jiray nabiga dhagxanta ayaa salaamay wa salaatu wa salaamu alayka ya rasuulullah saasi urni mucjizaad ba nabiga ilaahay si oo ilaahay ku fadlilay imaam ahmed wuxuu warinaya sida qaadi ciyaal uu soo raray kitaabkiisa ash-shifa fi xuquuq al-mustafa nin carabi ah oo ari la joogo ayaa arig intuu dhurwa u yimid buu neefka la cararay uu ka daba orday oo markaasuu neefkii buu ka riday dhurwaagi intuu xagga kale istaaguu soo fiiriyey man lahaa yowma subac yowma sabuc buu yii maanta adigaa iga celinaye maalinka xoolahan dugaagga un raaci doono yaa iga yaa celin doo yaa ilaashanay ninkii wuu yaabay وعجباً ذئب يتكلم وحياب لو يدروا حد الله يسيدي ذاتك أهل الله مركاسو يري وحنكو شيئا أعجب من ذلك وحكسي يا أبداً ما نكو شيئا هو ما حي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه رسولك الله صدر رسول شعو قدن بيه أيها ذاتك أول رمي هالكاس وقي صونا يه أرد آدبو يري ninkii markaasuu intuu soo tegey oo arigiisii ka soo tegey ayuu meeshii uu soo ku tilmaamay u yimid markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo fadhiyo oo asxaabtii qisoonaya ayuu u yimid markaasuu qisadii u sheegay nabigu u sheeg buu yidhi asxaabta markaasuu asxaabtii u sheegay aada ayay u yaabeen asxaabtii oo la cajabeen rasuulkuu rumeeyey orod iska noqo buu yidhi arigaagii u tag wuxuu u tegey arigii ومشيز اسكا داقيو درواغينا لا داقيو اسكا دينا جوغو وخبنا وسيهلين ما شاء الله معجزات بان نبغي الهي سي الهي كو ايدي سبحانه وتعالى اخوتي الاعزاء رسول كان عليه الصلاه والسلام محبتي سالها نبو إرزاقه مركان دقي سنة نبغى صفات كيسة مركان دقي سنة وحا إلهي كو فضلي وفضائشي سا أي معجزات كإلهي كو أيدي قلبي جينا وإنو كو أبو محبت النبي جينا صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حولي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أحد ذلك إذا كان من مؤمن دابا من نقن أيه إلا أو إجاجع لاده ولد كيسي أو دلية والد كيسي أسقى دلية دتك أو إذا البيلا أو إجاجع لاده نو بخاري بحديث كورن أيه سيد عمر بن نبي قيمد عليه الصلاة والسلام مركاسو عمر بن نبي كويري يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي رسولك إله وحو البوان كاجع لها إلا نفتي قجرت مويان مركز رسولك عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي أحد إذنك إذن كم إذا مؤمن كامل ما بنقونا إلا نفتي سيقجع لها وحي رأيو آموس عمر وحو يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي التي بين جنبي wax walba waan kaa jeclahay nafta igu jirtana allah ka dhigay alana ya umar ibn nabiy sallallahu alayhi wa sallam alana ya umar umar oo haddu iimaankaaga kaamil noqday way de naftaada uu kaaga ooleysan yahay nabiga calayhi salaatu wa salaam naftaada waa inaad ka jeclaato an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim ba ilahi lay nabigu mu'miniinta naftooda waa ugu ooleysan yahay ana naftaada waa inaad ka jeclaato إمام البخاري وحو ورنيا ورسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان صدح قفك إلا جهلو إيمانك معانك يسيبو ددمي إيمانك قلبك يسدقي نك صدح سيف الله جهلو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلهي رسولك سواء إنو كجع لاذا وحك سهرورا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله قفك وإنو جع لاذا أسوغن وحكا لأجعلانين إلهي درتيهم بس
محبه غربي وحترسا قفك مركز الهي درتي وجعله وحو كسيه ايو وحو كو يهي ايو وحيدن كدخايه ايو مدنا هو جعلانن الهي درتي ان يحب المرء لا يحبه الا لله قفك وا انو جعلاده اسوون او جعلانين ان الهي درتي ان مويار واخ كلام يعني الهي درتي ان بو جعلانه وان يكره ان يقذف في النار وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار وانو نعو انو غالنما كنقضه اما انو غالوبو سدا او نعايو ان دب لو تور نقف كلا سو قبطو النار لو تور او دبسنيا ساسو كلا وينو غالنمدا او نعو محبة لدوني يا ولد محبة من أعرابي أي الرسول كويم عليه الصلاة والسلام مركز يا رسول الله متى الساعة رسولك له ساعة قيام قرموي ما أعتد الله أبو نبي كريم حاضر ديار ستي ساعة قيام مركز يري وحبا أمد ديار سنة صوم بدني صلاة بدني عبادة من أمد ديار سنة ولكني أحب الله ورسوله إلهي رسولك سنجعله أنت مع من أحببت أبو رسولك قفك أجعلاته أياد معيسى نغنيسى قفك أجعلاته أياد معيسى نغنيسى أبو رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابته ويوض فرحين مالكاس أنس بن مالك وحليه وان فرحي بويري لأني وحان جعلها النبي كان جعلها عليه الصلاة والسلام أبو بكر بان جعلها عمر بان جعلها ولو عمل كوضو كلبا يا نصبينين لكن وان جعلها بويري قفك رسولك جعل هذا معيسى ونغنيا رسولك معيسى الله نغديو ابن اسحاق وحو سيرديسا كو ورينيا غبر ري انصاريدا ايا يوم احد مالينك احد يا قتل ابوها واخوها وزوجها مالينك دغالك احد غبر ري انصاريدا ابهيد با لدلي نينكيدنا وا لدلي ولالكيدنا وا لدلي عيدنك مركو سو لابتي ee madiina dadkii soo baxeen waa laga horiyimid bal warrama lagaa saaray aabaha waa la dilay ninkaagina waa la dilay walaalkaana waa la dilay markaasii tii rasuulka ka warrama alayhi salaatu wasalaam oo nabad qabaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam kama tuhibina sida aad jeceysha oo nabad qabaa nabiga markaasii tii arinihi i tusiya bal nabiga alayhi salaatu ilaa aan arko ma qancay nabiga markaasii nabiga aragtay markay u timid bay waxay tiri kullu musibatin ba'daka jalal ya rasulullah wixii masiibo oo dhan adiga ka soo harto dhan waa wax fudud bay tiri rasuulka ilaahay mar hadda adigu nabad qabto ya gabadha iimaankeedu intu laga fiiro mahabbada rasuulka meeshay ka gaartay alayhi salaatu wasalaam abeed baad dhintay walaalkeed baad dhintay zawjkeedu baad dhintay uma ooyeyso ma naxayso waxay tiri rasuulku mar haduu nool yahay waxa kale ترجعوا ودنتين ما لو دنت ماشي او فضل بدناي بكو دنتين شهداء في سبيل الله بكو دنتين دينت الهي دفاع دي كوريال كده كو دنتين درجه قف مؤمنه درجه او سريسه او كو دنت وا شهاده سوما ان لو تهنيه واي ان لو اويما لكن قف ايمان كلا ام با غرانيه لكن رسول كغيري عليه الصلاه والسلام ومصيبه ده عام او ددكو دن كو دحس ودينتي لو واي نقول markaas ay tiri wax adiga kaas musiibad adiga ka soo harto dhan waa wax fudud bay tiri wax weyn oo adag ma sahabaadu saasay rasuulka u jeclaayeen wuxuu ibnu kaseer warinaya tafsiirkiisa ku soo qaadaya nin ayaa jiray ree ansaareeda rasuulku u yimid salawaatullahi wa salaamu alayhi zuhur fariis rasuul markaas uu fiirinaya ninkii indhaha meel kale ma fiirinayo rasuulku sidaa u fiirinaya markaas rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam yaa fulaan maalak maxaa dhacay xoogaa waxaad moodaa shucuur baa ka muuqata ninka meel kale ma eegayo saas wey markaas rasuulku ilaahay markaan kaa maqanahay anoo kaa maqan aan ku xusuusto qalbigaad ku soo dhacdo naftaydu ma qaboobaysa ilaa aan kuu imaado aan ku arko markaan kuu imaado aan ku arko wajigaaga arko ayaan qaboobaya waxaan xusuustay maanta mawtii wa mawtak
aniga inaan dhimanayo adigana aad dhimanaysaan xusuustay maanta. adigu haddaad dhimato ilaahay wuxuu ku geynayaa aclaa ciliyiin, darajada ugu sarreysa jannada. anigu haddaan dhinto, haddiiba ilaahay jannada ii qadaro, jannada la igeeyo, adiga ku arki maayo, laana isku darajo ma nihin, ku arki maayo. marka waxaan doonayaa intaan adduunyada joogo inaan fiiradaada ka dhargaan doonaya, meel kale ma fiirinayo. adigan baan ku eegayaa rasuulka ilaahay, maasha allah. ninkaa wuxuu rasuulka ugu jawaabu garabaa shib buu yidhi anagu, xataa nazala jibriil, jibriil baa soo degay. aayaddan fii suurati nisaa ayaa ku soo degtay oo rasuulka loo keenay calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey, waman yudic illaaha waalrasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa. ninkii baa loo yeeray markaasuu nabigu ku dul aqriya calayhi salaatu wasalaam. waman yudic illaaha waalrasuul, ilaahay iyo rasuulkiisa qofkii adeeca. fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim, qofkaa wuxuu noqonayaa kuwa ilaahay u nicmeeyey ayuu ka mid noqonayaa la jirayaa, oo qolada ilaahay u nicmeeyey waayo. min annabiyiin waasidiiqiin, nabiyaashii ambiyadii iyo waasidiiqiin, sidiiqiintii kuwa iimaankooda ka run sheegay. waashuhadaa'i kuwa yacnii shahaadada fii sabiilillah jihaadka ku dhintay, iyo waasaalixiin kuwa saalixiinta ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisa u gaaray. waxasuna ulaa'ika rafiiqan, wax lala rafiiqana kuwaasaa ugu wanaagsan baa ilaahay. marka qofkii nabiga jecel calayhi salaatu wasalaam oo sunnadiisa raaco oo raaca nabiga, miciisuu noqonayaa aakhiro? nabiga miciisuu noqonayaa? ma waayayo nabiga calayhi salaatu wasalaam. sida Abuubakar radia allahu canhu waardaa markuu rasuulku weydiiyey calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maxaad ugu jeceshahay adduunyada? saddex baan ugu jeclahay buu rasuulka ilaahay. nadrii ilayk wa juluusii bayna yadayk wa infaaqu maalii calayk. saddexdaasaan adduunyada ugu jeclahay buu. nadrii ilayk markasta inaan ku fiirinayo, wa juluusii bayna yadayka markasta inaan hortaada fadhiyo, oon ku hor fadhiyo, wa infaaqu maalii calayka maalkaygoo dhanna inaa adiga kugu bixiyaan jeclaa, maalkaygoo dhanna adiga kugu bixiyaan jeclaa, infaaqu maalii calayk. wuxuu dadka uga fadli batay sida Abuubakar, waa iimaan qalbigiisa ku weynaaday, dadka wuu ka maxaba badnaa, wuu ka jeclaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. weligii ma faaruqi jiray nabiga, markasta nabigu la socon jiray, wuxuu maal lahaay oo dhan iyo waqtigiisoo dhan iyo wixiisoo dhanna nabigu geliyey calayhi salaatu wasalaam, diintuu geliyey, nabigu ku difaacayay. wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, axad kastoo annaga ixsaan noo sameeyey oo manni noo sameeyey wax noo qabtay waan u kaafa'naa, waan u abaalgud. lahu yaddan yukaafi'uhu Allah. Abuubakar wuxuu leeyahay Allah, ilaahay unbaa u gudi doona maalkaas, uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. iimaan buu ku gaaray halkaas, iyo maxabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. saxaabadu naftooda iyo waqtigoodaba rabbiga calayhi salaatu wasalaam bay ku bixiyeen. ree ansaareed nabigu wuu jeclaa, aad buu nabigu u jeclaa ree ansaareed, ilaa uu nabigu yidhi iimaanku calaamadiisuba waa xubul ansaar. calaamatu liimaani xubul ansaar, ansaar jeceylkeedu waa iimaanka calaamadiisu. wa calaamatu nifaaqi buqdu lansaar, munaafaqnimada calaamadeeduna waa ansaar oo la noco. ree ansaareed rasuulkay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam, raggooda iyo dumarkoodaba nabigay difaacayeen. dadku markay beeniyeen bay nabiga raaceen, dadka ugu hor rumeeyey bay ahaayeen, nabiga soo dhaweeyey, garab istaagay ayay ahaayeen. maalinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo hijrooday ee madiine uu soo gelayey, say usoo dhaweynayeen ree ansaareed, oo garanaysaa kutubta siirada markaad akhriso
wad garanay saddex maalmood ayay buuraha iyo geedaha saarnaayeen oo nabiga sugayeen. Nabigaas oo hijrooday markii la yiri subaxii bay kala hayaan raggoodii iyo dumarkoodii iyo kulli ayagoo markaasay u saaran yihiin geedahaas. markii duhurkii la gaaro oo qorraxdu kululaatay soo gadoomayaan, subaxii dambe haddana kala hayaan. maalinkii afraad ayagoo intay meeshii geediisay u saarnaayeen duhurkii soo gadoomay oo gurihii soo galay, nin yahuudi ansaar yacni deganeed ka mid a madiina deganeed ka mid a ayaa oo danihiisa iska wataa meel buu fuulay. markaas wuxuu arkay dad soo socdo, laba qofo yacni soo socdo, saddex afar qof dad yar oo soo socda dee. markaasuu dhawaaqay yaa macshara alansaar haadaa jadukum aladii tantadiruuna, waree ansaareedow dheeftii aad sugayseen waatan. markaasaa hal mar guryihii laga soo yacay, bannaankii baa marka nabiga looga hor yimid calayhi salaatu wasalaam, ayagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo dhowaynaya shicirkan. dalaca albadru calayna min thaniyaati alwadaac wajaba ashukru calayna maa dacaa lilaahi daac ayuha almabcuusu fiina ji'ta bilamri almudaac ji'ta sharafta almadiina marxaban yaa khayra daac. dalaca albadru calayna, badrigii dayixii ayaa nagu soo baxay iftiimayay. min thaniyaati alwadaac ayuu ka soo baxay, meeshaa la yidhahda thaniyaati alwadaac ayuu ka soo baxay. wajaba ashukru calayna, shukri baa nagu waajibay. maa dacaa lilaahi daac, intuu ilaahay noogu daacadiisa uu noogu yeeray dhexdaanada intuu ahaaday daaci ilaahay diintiisa noogu yeeray. ayuha almabcuutu fiina, midka dhexdaanaga laga soo saaray ee naloo soo dirayow. ji'ta bilamri almudaac, amar la adeeco oo la qaataad la timid. ji'ta sharafta almadiina, madiina adigoo sharifayaad imaatay. marxaban yaa khayra daac, soo dhowow inta ilaahay diintiisa dadka ugu yeertakay u khayr badnaayo. marxaban yaa khayra daac, soo dhowow, saasay lahayen. wuu u duceeyay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh, allaahuma ighfir lilansaar waliabnaai lansaar waliabnaai ansaar abnaai lansaar buu nabigu, allaahuma ighfir lilansaar, ilaahu ansaar u dambi dhaaf. waliabnaai lansaar, ansaar ilmahooda ay dhaleen ilaah u dambi dhaaf. waliabnaai abnaai lansaar, ansaar ilmahooda kuway sii dhalaan ilaah u dambi dhaaf buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. qolo uu nabigu saa ugu duceeyay ma jiro, ansaar uma heshay ducadaas, waxay ku heleen maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam, sida ay nabiga u jeclaayeen, say usoo dhaweeyeen, say u garab istaageen. raggooda iyo dumarkooda isku mid baheen ree ansaareed. ikhwati alacza, maxabada rasuulka allah nagu irsaaqo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, maxabada rasuulka allah nagu irsaaqo. qof kastoo mu'mina waxaa la doonayaa markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam maqlo magaciisa inuu ku salliyo nabiga sala allahu calayhi wasalam. bakhiil waxaa weeye buu nabigu yidhi, ninka magacayga agtiisa lagu sheegay aanu igu sallin baa bakhiil abuu nabigu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. hal mare qofkii nabiga ku salliyo ilaahay toban jeer buu ku sallinaya, maashaa allah. mar kasta ood nabiga magaciisa soo qaato, dadka kuwa ugu salliga badan waxaa la yidhaha waa dadka xadiidka akhriya muxadithiinta, mar kastoo xadiidka nabiga ay sheegaana nabiga way ku sallinayaan salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. maashaa allah, qofkii nabiga salligiisa badiyay toban karaamaa ilaahay ku abaalmariya oo ilaahay ku jazeeya. salaatu lmaliki alghafaar ilaahay baa ku sallinayay. shafaacatu nabiyi almukhtaar nebi maxamed shafaacadiisii buu helayaa. aliqtidaau bilmalaa'ikati alabraar malaa'igta wanaagsan buu ku dayanaya. mukhaalafatu lmunaafiqiina waalkufaar munaafiqiinta iyo gaalada ayuu khilaafaya, lianna nabiga kuma salliyaan. maxwu lkhadaaya waalawsaaq dembigiisii baa ilaahay dhaafaya. tanwiiru dawaahiri waalasraar daahirkiisa iyo baadinkiisaba ilaahay baa nuurinaya. qadaau lxawaa'iji waalawdaar xaajadiisa iyo danihiisana ilaahay baa u gudaya. annajaatu min annaar naartana ilaahay baa ka badbaadinaya.
دخول دال القرار جندنا إلهي باقين أيو جندنا اللغو بشارين أيو سلام الملك الغفار مركو قل أيو جندنا إلهي سلامتي سأيوكو قل قف كستب صلق النبي كد دال أدهشيز كرامات كاس وإلهي سبحانه وتعالى يوكسين أيو تدك النبي سلقي سبدين أينا واكو وجعل نبي صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي الأعزاء، وحير إمام البزري بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا ركنا من العناية غير منهدم بشارة نوسق ناتي هدان نهي مسلمين تي وحا نوسق ناتي رقني إلهي عناية دي سو هنونك إلهي أهو ولقي أندمين لما دعا الله داعينا لداعته بأكرم الرسل كنا أقرب الأمم لما دعا الله إلهي مركو كم قعابي داعينا لداعته متك داعدي سنوغو يري يان كنا وحان نغن يان نغن بأكرم الرسل مركو إلهي كم قعابي يان كنا وحان نغن يان نغن أكرم الأمم ومدها كوي وخير بدنا ومدها ومده وخير بدنا يدبا إلهي نغدي خير الأمم يا ويا أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه إلهي باير كنتم خير أمة أخرجت للناس لكن مركا محان كنا قلنا نبينا مركو نقطة خير الأنبياء والمرسلين يأمد يسون وحي نقطة خير الأمم ومدها تي أخير بدنا ومدها تي أخير بدنا بينا مركا نعمة داسا إلهي نسي مركا النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيرة ديسا أنكو دادالنو صفات كيسا أنقاذنو أنكو صفونو أخلاق ديسية دقن كيسا أنقاذنو إن أن هذا النبي جعل كيس الشجرة وين صفات كيس أخلاق دي سين الجهل النبي عليه الصلاة والسلام نحرس بولها مد ومد أن حرس توها قفك وين احترام جري مد كير بو أن حرس جري قفل أرك النبي احترام جري حلم يعفي يدلقات بو النبي لها خلق بولها النبي صبر بولها كريم بوها مد داق بدن بوها وحلا وحوها يوم نبي ومد كحريريها النبي عليه الصلاة والسلام قول كيس ميد وجلع سن يهبوا مد بي جيرن دتك نبي عليه الصلاه فبما رحمه من الله لنت لهم نحريس الهي او كوغو ابو رايا دتك اوغو جلعدي با الهي ولو كنت فظا غليظ القلب هداته ميد ادق او قلبك كن لم فضوا من حولك دتك ويكاك العر الله نحريس بدن بوها واغفل جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قربك اغا راري دتك مؤمنين تيه كو راعي دنع الرادعي با الى دبيعه وناغسن يخلق وناغسن كولا دغن نبي قوم دبيعه في عنبوها وحكست هدي ليراد ما حناق جيرين ما ارغوسن جيرين ما يعني وحب ما اورن جيرين وحليرين جيرين قفكي حمان كو سميه وناغ بوغو بدل جيرين نبي صلوات الله وسلامه عليه صفات كاسان الغربا نغونينا كو صفون ان نبي خلق يس قادنا الربا دقن كيس ان قادنا الربا صفات كيس ان كو صفون الربا سنتي س ان راعنا الربا إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل كأن إن كرر شيئا لدنيا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بإلهي يحببكم الله هذا إجعشهين إصور راع الراع مرك النبي وإن الراعنا ولا لي صفات كالنبي إن الجاه لوي وإن النبي عليه الصلاة والسلام صفات يسرع سيرضنا وإن صفة عنو دقيسنا ولا لي سيرضى وقيبت أقومهم سندينتا وأساس كوي هدو قفكو دينت إسلام ك سيرضى بهدون أقونين وهو يقفك دينتي وحبك ما بيقانه لأن النبي عليه الصلاة حواشي سيه ودن يشمائشي سيه صفاتك سيه دقنك سيه ودن إنه فهما لدون يقفه سيده أرعوه وإن أترعى النبي عليه الصلاة والسلام مركا جزاكم الله خير وحا مركا بشع النبي عليه الصلاة والسلام وقرد شيء ربيع الأولى وحا لوبة دين أي معنى النبي إن لغشيك يسير ديسي يعني لوقبن أي حفلة دها يوم حاضرين كفرض بدنا كت على النبي عليه الصلاة والسلام أحواشي سوسيدا يا حيد وإنه إيمان كنو ونكسن هذا أن هلنو النبي عليه السلام متابع ديسي يراعي ديسي ورب إن هلنو تاسوي وحلو مقصد كتاسوي ولا لا
waxa nabiga looga sheekeynayo waxa weeye oon akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii iyo fadaaishiisii iyo sifaatkiisii iyo mucjizaadkiisii waxaan u baranaynay waxa weeye inaan nabiga mutaabacadiisa helnaa la doonaya oo nabiga raacna calayhi salaatu wasalaam ilmaheennu inay ku barbaaraan baa la doonaya ehelkeennu inuu bartaa la doonaya taasaa la doonaya inaan ku dadaalno walaale allahayna waafajiyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير إن شاء الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير لسانه إن شاء الله تعالى وندعي سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كما العشي وأنتم تدعون صلى الله صلى الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير خلق الله صلى الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير خلق الله صلى الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير خلق الله أحمد يا حبيبي أحمد يا طبيبي أحمد نبي أدركنا لله صلى الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير خلق الله تحت عرش الله اسمك مكتوب ونورك قبل خلق الله صلى الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير خلق الله تحت عرش الله اسمك مكتوب ونورك قبل خلق الله صلى الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير الله ثمرة الفؤاد شافع العباد في ذي دنيا مع لقاء الله صلى صلى الله حسبي على نبي خير خلق الله حاجتي إليك فقدها سريعا فرو العطشان من فيود الله صلى الله ربي صلى الله حسبي على نبي خلق الله ذكرك فؤادي شافع العباد في ذي دنيا مع لقاء الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير الله كم كفاك ربي من أذى قريش وكيدهم يا نبي الله صلى الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير الله كم كفاك ربي من أذى قريش وكيدهم يا نبي الله صلى الله حسبي على نبي خلق الله صلى الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير خلق الله ربي صلى الله حسبي على نبي خير خلق الله على نبي خير خلق الله خير خلق الله اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة للنبي ومن يحب النبي لحضرة النبي محمد المصطفى